النهارده اول نوع هنعمله هيبقى بريوش نونتير. بالنسبه لمقادير البريوش عندنا 50 جرام حليب، 20 جرام خميره، و60 جرام دقيق جميع الاغراض. الثلاث مكونات دول بنحطهم مع بعض في الاول، بيعمل لنا ما يسمى بالسبونج او البولش اللي هو بنستخدمه بعد كده علشان نخمر بيه العجين. وبالنسبه للمقادير الاساسيه فهي عندنا 400 جرام دقيق خبز، 3 معالق كبيره سكر، ربع معلقه صغيره ملح، 200 جرام زبده، واربع بيضات. وهنستعمل نفس العجين نعمل بيه كمان الوصفه الثانيه في حلقه النهارده، هما الاثنين نفس الوصفه. وهنشوف في النص الثاني من الحلقه الشكل الثاني من البريوش اللي هنعمله بنفس العجين. اول حاجه بنعملها مع بعض بنحط الخميره معاها اللبن، بنقلبهم. الخميره الطازه بتبقى سهله انها تدوب في اللبن كده على طول، مش محتاج ان احنا نحط معاها لبن دافي او اي حاجه، بنحط كده بلبن درجه حراره الغرفه على طول. بعد كده بنحط الدقيق، اوكي، بتدينا معجون بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. ده بنسيبه يخمر حوالي ساعتين، وممكن نسيبه يخمر طول الليل في التلاجة. الخميرة وبتتغذى عليهم وبتدينا الخميرة اللي بنعتبرها خميرة أم، وده هو اللي هيخمر العجينة بتاعتنا. دلوقتي بحط معاها بقية الدقيق، البيض، السكر، الملح. انا ممكن احط الملح دلوقتي لان انا مغطية الخميرة بالدقيق فمش هيجي عليها مباشرة. ودلوقتي هبتدي اعجن دول مع بعض. زي ما تعودنا في حلقة البريوش مش بنحط الزبدة من الاول، بنحط الزبدة في الاخر خالص بعد ما نكون خيوط الجلوتين. اوكي، وفي المرحله دي برضو محتاجين لسه نقعد نضربه شويه، نتاكد ان الزبده امتزجت تماما مع العجين علشان تدينا نتيجه كويسه. ودلوقتي عندنا العجينه بعد ما بتخمر، اجيب دقيق وابتدي اطلع عجينة البريوش نصين. انا هعمل قالبين، هاخد شوية دقيق، اجيب القوالب جنبي وهبتدي اكور. فاحنا محتاجين ان احنا نحط شوية دقيق بس ما نكترش، يعني شوية دقيق مش كتير. ودي اخر واحدة حطينا في الكور الكبيرة، وطبعا لازم نسيبه يخمر لحد الكور ما تتضاعف الحجم، وبعد كده بنسويه في فرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة حوالي 30-40 دقيقة. بنعمل تاني قالب من قوالب البريوش دو نونتير بكور أصغر، وهنشوف هنحطهم مع بعض ازاي. نفس الحاجة، بنحط شوية دقيق صغيرين مجرد بس ما تلزقش ونكورها. الكور دي طبعا هي نص او ضعف عدد الكور اللي في القالب اللي في الاول، وهحط الكور في القالب بتاع التوست، بس مش هحطهم جنب بعض كده، هحط بالشكل ده واحدة قصاد التانية. فهبتدي احط واحدة هنا في الكورنر ده واحط التانية جنبها بالشكل ده، وبعدين هنا، وبرضو هنسيبهم
لحد ما يخمروا، بعد كده هنخبزهم.